الرابع للحركة الطلابية تاع الشباب الاتحادية، يعني شو كلمة حول هذا الملتقى أولا؟ والملتقى ملتقى أولا تغطي كل الجامعات المغربية، معناه أن شبيبة الاتحاد الاشتراكي موجودة في كل المؤسسات الجامعية لها حضور. إذن هذا الشيء تيجعلنا أكثر قربا لكل عناصر المسألة التعليمية، أساتذة وطلبة، تيجعلنا أكثر قربا لقضاياهم ومشاكلهم. مني تنجمعهم في هذه اللمة ليتجاوزوا فيها الحضور 550 شاب وشابة، وما تيتحدثوا على 600 ولكن إلى حدود ساعة كاين اللي باقي ما وصل. 550 شاب وشابة من مختلف المراكز الجامعية، عندما يكون الأمر بهذا الشكل لاشتغال لأربعة أيام وهم متواجدين بعضهم للتداول، لا شك أنهم سينتجون من الأفكار ثم من المقترحات ما يمكن أن يفيد وطنهم كذلك.